الجند جمهد أولى جمهد ثاني جمهد أولى جمهد ثاني حلو محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمهد الأولى جمهد الثاني نص العام رجب 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 نص العام رجب رجب حلو لي محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمهد الأولى جمهد الثاني رجب الله جاي الخير شعبان رمضان شوال مانيفيك مانيفيك وسهلا ومرحبا وعسلامة وان شاء الله بيان سوا تكونوا بخير. بزاف سقسيتوني على الدوره هذه قلتوا لي واش فيها وكيفاش وحكي لنا عليها. بقى انا درت لكم فيديو يعني مختصر ودرت لكم تسريبه خفيفه من الدوره ان شاء الله ما يزعفش عليا يعني الاستاذ. الدوره هذه كانت مع الدكتور امين فركول غني عن التعريف. انا حضرت له في بزاف دورات كانوا اونلاين اكو على بالكم كنا مع الكوفيد وكامل كنت حابه ومتمنيه يعني نحضر له حضوري. وهذه الدوره يعني بالذات كنت نسلناها يعني سنيتها وتمنيت ندار اونلاين مي هي دو بريفيرونس ندار حضوري باسكو حضوري على بالكم فيه طاقه فيه الحضوري اكيد خير من الاونلاين. دونك شوفوا سقت اموري وبدلت البروغرام تاعي ويعني ولي دات لي زاكتيفيتي اللي كنت راح نديرهم كامل في لا بيريود هذه حبستهم كامل غير باش ندخل في هذه الدوره تالمون كان عندي شحال وانا نسنى فيها. الدوره هي تكوين مدربين في الثقه بالنفس تكوين مدربي الثقه بالنفس. الدوره هايله بون هادو راكم بلا ما نقول لكم هادو باش يعني كي نديرو لي بوز اي تو سا هذاك تاع البرومير جو هذا تاع لو دوزيام جو. شوفوا سا سي تري 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 بيان باسي كانت الدوره رائعه. صح دركا بعد شويه راح نديرو التطبيق اللي هو التطبيق اللي نخدمو به بصح نخدمو به في التطبيقات العمليه. التطبيق هذا اللي هو ضربه الجميع هذا غني ستاندار كوتو وهذا التطبيق انا نقول لك ديروا يوم من كلمة تاكل كلمة الناس شوف الثقة تاعك كيفاش راح توصل دونك الثقة بالنفس شنو هي؟ حركة دون تردد ثانيا حركة تعبد فراغ خلاص والله ما عجبتيني اي دير حركة صح الله يجازيك خلينا اول مره راح نقول هذا التعريف باسكو جا الان هي حركه دون ديكا باش يدخلوا ديالكم دركا حركه دون طرد ديال دون ديكا دون ديكا تلبسها ومن بعد تشوف روحك اكثر ثقه تزيد تدخل داخلها تلبسها تزيد دير خطوه ثالثه باش تفهم مخك بلي مانيش نحوس على الثقه بالنفس ضربه واحده نحوس عليه لا انا نحوس عليها وحده تطبيق سهل يا جماعه صح بصح كاين البعض الان يقول لك انني واقف ونتخيل روحي اكثر ثقه هو النورمال واش من شونجمون راه صاري في حياتي انا في قبل نفسي حوس نشوفها من الواقع صح ولا لا حوس نشوفها خليني نقول لك باللي هضرنا في البدايه البيضه من الداخل الى طفره من الداخل تحيا ولا طفره من برا تموت حنا نحوسوا الان اللاواعي ابو احنا هذا اللاواعي اللي راح عادي استاذ خلينا نقول لكم جماعه الخير العقل الباطن اللي راح ينغرسوا فيه الثقه بالنفس باش تولي مهاره تولي جزء من شخصيته نعلموه اول حاجه باللي نحوسوها تتغرس تدريجيا غير ما تتقلقش غير ما
باسكو مرحبا استاذ. فوالا ان شاء الله تكونوا خديتوا اون ايدي على الدوره، وان شاء الله تكون باذن الله اول دوره نديرها واول دوره ندخل بها عالم تدريب. شوفوا، على الرغم من اني يعني عندي ثقه كبيره في روحي، مي كي حضرت الدوره هذه ماشي كيما دخلت كيما خرجت. خرجت عبد واحد اخر، خرجت حاجه واحده اخرى، زادت فيا حاجه كبيره. نتمنى قلت لكم هاد لا فيديو تكون عجبتكم، وترقبوني ترقبوني عن قريب، راني سقد بك في اموري، نبدا لكم ان شاء الله دورات نستفادوا كامل. قضيه وقت فقط. قلت لكم نخلي لكم لي كوردوني تاع الاستاذ، ضربوا طلع الفيسبوك تاعو واش راح تعجبكم كاش حاجه، واكيد تعجبكم. قلت لكم الدوره كانت في القمه، وما حبيناش ما حبيناش كي خلاصت، يعني كي لحق لو ثوازيام جو كامل يعني كنا والفنا. المهم الحاصل والفايده، نتمنى لكم لا فيديو تكون عجبتكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، وترقبوا الجديد ان شاء الله الخميس، راح يكون فيديو رائع على حمام ريغه. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، ونقول لكم تشاو تشاو ليكيب، تشاو تشاو.